أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو رأي شيخ الإسلام في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام؟ رأوه يتلخص في أنه إن كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة لأنه لا يسمع الإمام. أما إن كانت الصلاة جهرية فإنه ينصت إذا قرأ الإمام. هذا خلاصة رأي الشيخ في رسالته التي ناقش بها الإمام البخاري، لأن البخاري له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام. البخاري رحمه الله يوجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقة. شيخ الإسلام ناقشه في هذه الرسالة، والرسالة رسالة الشيخ موجودة في الفتاوى، وتلخص رأيه في أنه إن كانت الصلاة جهرية فإنه بقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كانت الصلاة سرية ولا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة، لأن الله إنما أمر بالإنصات إذا قرئ القرآن، يعني إذا سمع الإمام. أما إذا لم يسمع فالمأموم يقرأ لأنه لا محذور في ذلك، وهذا مذهب مالك. نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله.